أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في ذكرى الاستقلال أن بلاده باتت تسيطر على كوفيد-19. COVID-19 has not been vanquished. We all know powerful variants have emerged, like the Delta variant. وأقام الرئيس الأمريكي حفلاً كبيراً في ذكرى الاستقلال احتفاءً بالنجاح في احتواء تفشي فيروس كورونا، واستقبل مع زوجته جيل بايدن في أكبر فعالية في البيت الأبيض منذ توليه منصبه ألفاً من العسكريين وعائلاتهم والعاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة الجائحة. 10 إلا أنه دعا في الوقت نفسه مواطنيه إلى تلقي التطعيم ضد فيروس لم يهزم بعد، وحيا بايدن ذكرى الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم، حيث بلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة أكثر من 600 ألف جراء الفيروس.